Cầm mic đi, kêu bật mic. الصديق هو خليل ونبيل على وحيه وشريعته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى ربكم واعبدوه وراقبوه في السر والعلن، فإن تقوى الله تعالى يا عباد الله طاعته ومرضاته وهي العدة ونهبط الوحي ونهبط الفضائل وهي العدة ومهبط الفضائل ومتنزل المحامد وهي مبعث القوة ومعراج السلوك والحافظ من الزلل والرابط الوثيق على القلوب عند الفتن. يا أيها